لاينولسورس. تعال هنا أيها الزاحف النحيف الصغير. أوه، لاينول واينول هو. ها؟ لاينول واينول مان؟ الاسم الخاص الذي ابتكرته له. إنه يحبه وتحب حلوى الزواحف، صح؟ جلبت الكثير منها. هيا التقط. أه. ماذا لو هرب؟ ألا يجب أن نضع له طوقاً أو شيئاً؟ إنه يكره الأطواق ولن يهرب أبداً، فنحن صديقان. ما هذا؟ لاينول! اختفى! لقد اختفى! ما هذا؟ لا أدري، لكنه أخذ لاينول. لا تقلق غريغ، سوف نعيده، لكن سنفعل هذا كالمقنعين الصغار. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الأرض والهائمين. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. تتحول أمايا إلى يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أوه، مهما كان الذي ترك الآثار فقد كان مشغولاً. أين لاينول؟ أين؟ لنلقي نظرة من الأعلى إلى طائرة البومة. هيا. هناك. وش هناك؟ لكني لا أرى لاينول. أذنا القط. كان ذلك مرتفعاً. سمعته أيضاً. لنتفقد الأمر. لاينول؟ ها؟ إنه صديقي الصغير الظريف. الصغير؟ رحل لاينول. التقوا بلاينول سورس. يا ألي، أترون حلوى الحيوانات الأليفة الجديدة من نوع راميا؟ شكراً لكم لجعل لاينول مدمناً على حلوى بيجي. حلوى الزواحف؟ هذا محزن. أبعدي يدك، لقد تطلب مني صنعها سنة كاملة. أيها الألي. استخدمت عبقريتي لجعلها لذيذة للغاية، لكن لها تأثير جانبي واحد. حسناً، في الحقيقة الضخ. ما الذي تخطط له؟ سأطعم حلوى بيجي لكل حيوان أليف في المدينة، وسأمتلك جيشي من الحيوانات الأليفة لأسيطر على العالم. لن تفلت من الأمر. تقول ذلك دائماً. راقب. اجلس ليزرد سورس. سيدي، مخبرك. واو، أرجوك لا تقل لي إني تركتها في المخبر. ها هي وجبات التصغير. هيه، تعال والعب معي. مستحيل أيها الزاحف.
نعرفه. هيا بنا، سرعة القدم. مهلا، ليس مجرد وحش، إنه لاينل صديقي. ليس بعد الآن، انظر إلى تلك المخالب. دعوني أحدث، سأصلح الأمر. أين لاينل واينل وو؟ أتريان، إنه يعرفني. أو أنه يحب تحطيم الأشياء. كلا، يريد لعب الالتقاط. أيتها البومة احذري، جناح البومة، عضلاته أسلحة خارقة. إمساك جيد. حسنا، سرعة القط الخارقة. أمسكت به، عضلات زاحف الخارقة. أتريان، قد يكون بوزن طنين على الأقل، لكنه ما زال صديقي لاينل واينل وو. حاول أن تعانق 5 أطنان إذن. رياح البومة. نحتاج إلى خطة أفضل، اتبعاني. ولكن أيها الزاحف، لاينل خارج عن السيطرة. اسمه لاينل، وهذا ليس ذنبه. جعلته مشوشا للغاية وكان يريد أن يلعب بعمود إنارة. إنه خطير، علينا إخراجه من المدينة قبل أن يدمرها، ثم سنوقف خطة الحيوانات الأليفة لروميو. هل من أفكار؟ ماذا عن توق؟ مستحيل. رجاء، الكلاب تضعها. سنسحبه من المدينة، سأعود حالا. لن يحب لاينل الطوق، ليس معتادا عليه. و هنا أيتها القطة الصغيرة. هيا بنا أيها المقنعون. لن أحصل على جيشي إن تابعت أكل الحلوى. أيها الآلي. أمرك سيدي. زاحف، نحتاج إلى قوتك. حسناً، لكن انظرا، إنه يلعب لعبة، يريد الاستمتاع فقط. تعتقد أنها لعبة شد الحذاء؟ هذا مؤلم. قلت لك، خارج عن السيطرة. أجل، ربما. آسف يا صديقي. زاحف، أترى؟ الأبطال والوحوش لا يتفقون، فقط الشرير مثلي من يمكنه أن يحب وحشاً مثلك. إلى المقر الرئيسي، أفسح الطريق للاينل سارس. كان هذا جميلاً. ربما زاحف كان محقاً، في داخله ما زال لاينل فقط. زاحف، آسفان، كان علينا أن ننصت لك. كلا، إنه خطأي، والآن روميو سوف يجعل لاينل يقوم بأمر مريع للمقر الرئيسي. حان وقت البطولة. إلى أين ستذهب؟ أعلى، سوف نسحقه بقوتك الزاحفة الضخمة. سينهار المقر. في الأعلى هنا يا صديقي. أنا آسف لاينل، كان علي التمسك بك. ولكن الآن سنكون كالأيام الخوالي. أتذكر أيامنا الجميلة في اللعب؟ كلا، التدمير من هذا الاتجاه. لا! إنها تحلية رائعة أليفة. هاي، أيمكن أن ألعب؟ وأنا أيضا. سرعة القط، لنلعب لعبة الالتقاط. لا، اجلس يا فتى، أضع سيدك. الآليون يكرهون الماء. سأنال منكم في المرة
أحبك أيضاً لينل واينلو. ونحن نحبك أيضاً. أعتذر عما سبق. مهلاً، أتريد حلوى؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس يهربون. التقطها. لينل، إنه يحب العض أكثر من المضغ. لا تغضب لينل سارس المتوحش.